حملت هدف نبش التراث وتطويره في لوحات راقصة جميلة، وساهمت في النسيج الوطني والثقافي الفلسطيني على مدار 34 عاما. هي فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية التي يتهافت الفلسطينيون على عروضها ومتابعة كل جديد. عشنا مع الفنون احنا. انا بس احضرهم بزيد انتمائي للوطن. بحب اتفرج على لباسهم بالوانه. كان لها اهمية كبيرة في الهوية، في تجميع الشباب، في تجميع الناس، في فن راقي. منذ العام 79 قدمت الفرقة 8 أعمال فنية متكاملة، نصا وموسيقى وتصاميم. لنا أبو حجلة إحدى راقصات الفنون ل 27 عاما. الفنون قدرت تحافظ على الهوية الوطنية من خلال محافظتها على تراثنا وتطويره. عاشت هذا التراث، ما جمدت بالتاريخ، عم تبني المستقبل. حسين عمار راقص ومصمم رقص في فرقة يرتكز عملها على تصاميم الجيل الشاب. مندبك للحرية، لفلسطين، للشعب اللي انتكب في 48 67، للأسير، لتعبير عن السعادة، عن الحزن، عن الأمل، عن الفرح، عن كل شيء. والفرح إلنا والعرس انت تهانا. جمال حداد راقص قديم يرى أن أهمية الفرقة تكمن في مضمون أعمالها. مقاومة احتلال، بتحكي عن حرية، عدالة، حقوق مرأة، كل من العروض تبعت الفنون كان لازم يكون فيها رسالة ما، وصارت تحفز البيئة حواليها. خالد قطامش مدير فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية. أهم شيء أنتجت أفراد مبدعين منتمين، فاستخدمنا الفن والرقص كأداة تغيير وتنوير في المجتمع الفلسطيني. الشاعر وسيم الكردي من مؤسسي الفرقة وكتب غالبية أعمالها، ويعد هذه الأيام لعمل جديد. الفرقة اشتغلت على تنويعها بأجيال من الشباب والصبايا منفتحين، عندهم تصور متقدم وحر لمجتمعهم ولذواتهم، قدرت تخلق النموذج اللي يمكن استلهامه في مجتمع بنغلق كتير، ولكن هي بتشكل نور من نوع خاص. أجيال رقصت قبل سنين وأجيال بدأت للتو، ساهمت الفرقة في صقل شخصياتهم. لنا أبو حجلة. هي كانت جزء أساسي من مين أنا اليوم، إنسانة لازالت بتآمن بالعمل الطوعي، بتساهم بتطوير مجتمعها، بتآمن بالعائلة وبالوطن وبالإنسانية، وهذا هو بالنسبة لنا الفنون. هذا بعض مما يقال في فرقة تعدت حدود الرقص. من رام الله شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.